والله استقعد الدروس ابو سراج والله ان ابو سراج انا اشوفه مو من يا اخوي جرب البوديوم على الابراهيم حكي يا ابو سراج ايوه حلو الدروه الذروه اي شيء اللي هو حد اي شيء ارتفاع اي شيء انا اللي والله انا احمر ويش الذروه ذروه الناقه الذروه اول شيء ما سواه ما حد سواه في برامج الواقع شنو الا والله اسمع جد تفضل ما حدث ما جاء استاذ ابراهيم خالد ايش بسوي بسوي شيء ما حد سواه في البرامج هذا اطق ترك الدوسي اطق كذا ارحب يلا حيك فهمت سلم عليه يعني انا بطق صح يلا حد منكم قد المساء انا بس سلمت عليه بس اني بطق والله قلت سلم اسلم ابو سلطان يوم جاب التصوير صفار سلطان جاب التصوير رجع احنا كان قطار فتحته والله ما له داعي يوم التصوير والله ما له داعي ايش تبغى اسلم على المهند سلم عليه قليل ما شاء الله تبارك الله طبعا في درج وجلسه فوق جيت انا فين عشان اقدر اشيل اشرب حول حتى ماني بحول واجي فوق الجلسه قال كذا عشان ايش ربي يشوفني يجيني يعني اني بسلم عليه تعبان كان نشاط انت ليش معك كل سالفه تاكل وانزل واجي تقول اي عارف مثل لك عنده لغه الجسد زين يلا نكتب شو الله هذا لو نشاء المشكله انا قدر وجاني انا هاك اليوم قفطني من حاش جحت قال له انا شايف عزل طيب واقف هنا يشوف من برا المصيبه مو بنشاق انت ما شفت ابو سلطان انا انا شفت شماغ بيضه لا ورجيت ثلاث طن هذا متى تنحش ها تنحش يوم التصفيات ليش ما استبعدك اوه شاهد طرزاني يمارس هوايه عمزح 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 شاهد طرزاني يعني تقول ابو سلطان غير حقاني يشوف اللي على كيفه يعطيه واللي ما على كيفه يعطيه وينه اوه حياته غريبه ابو سلطان ابو محمد سراج ها ليه تتم ابو سلطان هذا يقولها ما تهمتم هذا جاب لي سالفه قشم من النحاس والحين ما جابه سمعتها ابو سلطان ابو سلطان وقفت كرسي لا لا ابو سلطان ها رجعت وقفت كرسي اي والله كان حي انا بشوف ثاني الحين سي لا هو عين الحين صفيره ما حكم شفت حكم صفر انطلق رونالدو يا والله هذا الناضج اي لا الا الله اول ضاري انا لا بطقني اطراق يطقني رفيجي يقول رفيجي عنده شبكه هاي ابغى تجي شبكه ابغى تجي والله يا حبيبي كيف ماشي